أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Voice of Egypt. إحنا النهاردة في ضيافة سعادة السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا. سعادة السفير شرفنا في كندا في شهر أكتوبر الماضي، قدم أوراق اعتماده كسفير مصر في كندا في شهر نوفمبر. والحقيقة إحنا معانا سفير له خبرة واسعة وباعة في العمل الدبلوماسي لأكثر من 25 سنة، عمل في سفارتنا في واشنطن، القنصلية المصرية في سان فرانسيسكو، بعثة الأمم المتحدة في نيويورك، وآخر وظيفة كانت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في مصر قبل ما يشرفنا في كندا. تعالوا معنا نرحب بسيادة السفير ونتعرف منه على خططه وأماله وانطباعاته عن كندا. أهلا وسهلا سعادة السفير. أهلا بحضرتك وأهلا بيكي في بيت مصر، مقر السفير المصري في كندا. مرسي. طبعا حضرتك وصلت الحياة في وقت يعني شتاء وتلج وكندا، يبقى لازم نتكلم عن الجو. أخبار التأقلم مع الجو إيه؟ يعني طبعا هو الجو برد حقيقة، برد، وفصل الشتاء فصل طويل يمكن بيقعد 6 شهور. يعني يمكن كنت محظوظ شوية أني خدمت زي ما حضرتك أشرتي في واشنطن وفي نيويورك، ودي كلها أجواء برد، ولكن الفصل طبعا طويل، ولكن بيدي فرصة أكتر للتلاحم واللقاءات الحميمة مع الأشخاص ومع اللقاءات اللي هي المؤتمرات والندوات، لأن ما فيش نشاط كتير خارج يعني في خارج المقرات، ولكن ده بيدي فرصة أكتر للتواصل الإنساني بين الدبلوماسي اللي موجود في كندا مع المجتمع الكندي. وده حقيقة، يعني أنا ما انساش أن حضرتك أول ما وصلت شرفتنا في الحفلة بتاعت HOH، وشايفة نشاط واسع جدا للتواصل مع الجالية المصرية، سواء حضورك قداس عيد الميلاد في الكنيسة المصرية في أوتوا، قداس عيد القيامة في تورونتو، افتتاح مطعم مصري، يعني أنشطة كتيرة جدا، تدعيم الإيجيبشن ستودنت أسوسيشن في جامعة كارلتون بحضور الجالا نايت بتاعهم. حضرتك ليك نشاط في التواصل مع الجالية، فده يعني نحب نعرف من حضرتك طموحاتك في التواصل مع الجالية والأهداف من وراء كده. هو طبعا الجالية المصرية في كندا جالية مميزة جدا ولها وضعية خاصة، هي جالية كبيرة ليست صغيرة، يمكن احنا بنقدر عددها ربما حوالي 300 ألف مصري أو كندي مصري. جالية لها خصائص معينة، إنها جالية مثقفة، جالية متعلمة، بتحظى بمواقع متميزة في الوظائف في المجتمع الكندي، سواء الرسمية في الحكومة أو في مجال الأعمال والقطاع الخاص. فجالية من الطراز الفريد اللي بالتأكيد كل مصري بيفخر إن هذه الجالية بتمثل مصر وبتمثل ثقافة مصر وحضارة مصر. التوقيت الحالي طبعا حضرتك شايفة الدولة المصرية والحكومة المصرية مهتمة اهتمام كبير بالتواصل مع الجاليات في الخارج، بالاستفادة من خبرات الجاليات المصرية في الخارج، بربط أبناء الجيل الثاني والثالث بالوطن الأم في مرحلة مصر بتمر بها بتحولات كبيرة واقتصادية واجتماعية كبيرة. فما فيش شك أنه أي سفير هيتواجد في دولة مثل كندا هيبقى الأولوية الأولى له هي التواصل مع الجالية وبناء جسور علاقات مع الجالية والعمل الدؤوب من أجل ربط هذه الجالية بأجيالها المختلفة مع الوطن. عشان كده زي ما حضرتك بتشيري أنا كنت حريص على التواجد وما زلت حريص على التواجد في كافة المناسبات اللي الجالية بتتواجد فيها، سواء في مش بس أوتوا، لأن زي ما حضرتك عارفة كندا دولة كبيرة مساحتها شاسعة، المسافة من مدينة إلى مدينة بتصل إلى 6 ساعات بالطائرة، وبالتالي هو أيضا مسؤولية وهو عبء أيضا على السفير ورئيس البعثة، أنه يجب عليه أنه هو يتواجد في المناسبات المختلفة مع تجمعات الجالية المصرية في كل المدن الكندية التي تتمركز فيها الجالية المصرية. حضرتك يعني فعلا ليك نشاط واسع، رحت تورونتو ورحت مونتريال وطبعا في أوتوا، وأكيد في الخطة مدن تانية خاصة في دولة فعلا مترامية الأطراف زي كندا. حابة أعرف من حضرتك برضو أكتر تعقيبا على الكلام بخصوص الجيل الثاني والثالث والشباب، شايف حضرتك إزاي نربط الشباب
الشباب المصري بوطنهم الأم مصر والتواصل أكتر وإحساسهم بالانتماء والفخر وإن إحنا يعني عايشين في كندا وممكن كتير منهم حاصلين على الجنسية الكندية، بس إزاي نربطهم بوطننا الأم؟ يعني طبعا المسؤولية الأولى هنا بتقع على الأسرة طبعا، إنها تكون حريصة دايما على إن الأولاد يبقوا شايفين التطورات اللي بتحدث في مصر، يبقى في مثلا قنوات تلفزيونية بتبين الـ يعني قنوات الفضائية المصرية تكون متواجدة في كل منزل مصري، الحرص على التواجد في الفعاليات اللي بتنظمها سواء السفارة المصرية أو المكتب الثقافي المصري، أي فعالية مرتبطة بمصر إن يكون الجالية متواجدة فيها، إذا كان في فيلم مصري بيعرض في السينما، إذا كان في مسرحية، إذا كانت في فرقة جاية من مصر، ده دايما مسألة التواصل بيبدأ من المعرفة، المعرفة بالأنشطة، المعرفة بالتطورات التي تشهدها الوطن. النقطة الثانية طبعا هي المشاركة بقى الإيجابية بفاعلية في الأنشطة دي، يعني إذا كان في مثلا تطوع أو العمل التطوعي في إطار الأعمال التجمعات المصرية هنا، المشاركة في الفعاليات اللي بتنظمها الدولة المصرية للجاليات المصرية في الخارج، سواء المؤتمرات المختلفة أو الجولات والرحلات التي يتم تنظيمها لأبناء الجالية المصرية للتعرف على التطورات في مصر والمواقع السياحية المختلفة، الآثار، المناطق الجذب السياحي. يعني التواجد هنا تواجد عملي من خلال السفر الدائم لمصر. أتصور أن كل أسرة يجب أنها الأولاد والأسرة كل سنتين على الأقل تكون في زيارة لمصر، بحيث يبقى فيه دايما معرفة باللي بيحدث في مصر. النقطة الثالثة هو أن اللي دايما بتكلم عنها، اللي هي أن كل عضو من أعضاء الجالية المصرية في الخارج هو سفير لمصر، هو السفير الحقيقي لمصر، وليس السفير اللي بيأتي لمدة 4 سنوات ويغادر، لأنه في النهاية هو سفير لمصر في جامعته، هو سفير لمصر في الوزارة اللي بيعمل فيها، هو سفير لمصر في العمل الخاص الذي يقوم به، فهو وسط أصحابه، فهو يجب أنه هو دايما يكون بيعبر عن دولة بحجم وثقل مصر حقيقي، سواء من خلال السلوك، من خلال الثقافة، من خلال نشر الصورة الإيجابية عن وطنه والدفاع عن مصالح وطنه في الأروقة المختلفة. طيب أنا كنت قريت لحضرتك حوار مع إذاعة صوت مصر بكندا ومجلة مصر والعالم العربي في كندا، وحضرتك اتكلمت عن خططكم وطموحاتكم لفترة عملكم في كندا، حابة نلقي مزيد من الضوء عليها ونعرف إيه المحاور الرئيسية وطموحات حضرتك يعني في آخر ال4 سنين نفسك تحقق إيه؟ يعني طبعا أولا نفسي أن يحصل تطور كبير في العلاقات المصرية الكندية بشكل يعكس العلاقة التاريخية بين الدولتين والحجم والثقل الدولتين بتحظى به سواء في محيطهم الإقليمي أو المحيط الدولي. يعني نفسي أشوف تفاعل أكبر على مستوى المسؤولين، زيارات رفيعة المستوى بين المسؤولين بين الدولتين، تواصل، تشاور، تنسيق، أيضا استثمارات كبيرة. كندا دولة كبيرة ولديها اقتصاد قوي، تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. ثانيا طبعا أحب أني أشوف الجالية المصرية هنا يعني بتحقق أهدافها كاملة، سواء من حيث الحياة المريحة المستقرة، الانخراط في المجتمع الكندي والتفاعل مع المجتمع الكندي، وطبعا احنا سعداء ان في مرشحين مصريين في الانتخابات البرلمانية القادمة، ده معناها ان الجالية المصرية اصبحت جالية فاعلة ومنخرطة ولينا ممثلين حاليين ولها دور، ان يكون بحيث ان يكون مصالح هذه الجالية بيتم مراعاتها من جانب الحكومة الكندية. ثالثا احب اشوف ازاي نقدر نستفيد من قدرات الجالية في دعم مصر، وهنا بنتكلم عن تخصصات كتيرة، في تخصصات كبيرة بين أبناء الجالية متميزة للغاية، وهذه التخصصات أنا قابلت أعداد كبيرة جدا من المصريين هنا اللي عندهم الرغبة في إن هم يدعموا مصر ويخدموا البلد بعمل تطوعي،
بمشروعات وأفكار لمشروعات، بأنه ينزل مصر ويشتغل في مشروع معين أو يحط فكرة معينة. فأحب أشوف أن تكون القنوات سهلة ومفتوحة ما بين عضو الجالية المصرية اللي لديه هذه القدرة والرغبة في المجال بتاعه بالضبط، وإن هو يستطيع إن هو إذا لديه فكرة إن الفكرة دي تبقى يعني تشانلد من خلال البيروقراطية الدولية الدولة المصرية بسهولة ويسر، بشكل إن هو يستطيع إن هو يتشجع إن هو بالفعل يساهم ويشارك في العمل ده. فطبعا دي أفكار ومقترحات. أحب برضو أشوف الجالية نشيطة أكتر في العمل الجماعي، يعني التجمعات كتيرة والبلد مساحتها شاسعة، ومحاولة تنظيم عمل جماعي بتقتضي وجود تجمعات للجالية قوية وفاعلة ومنظمة. ودي الحقيقة محتاجة زي ما بيقولوا بايونيرز، يعني ناس يتولوا الريادة، يبقى عناصر فاعلة في الجالية في العاصمة أوتوا، في تورونتو، في مونتريال، في ألبرتا، في فانكوفر، المدن الكبيرة اللي لها تجمعات للجالية المصرية، تكون في نماذج من أبناء الجالية اللي بتنظم عمل الجالية، بتقود النشاط الجالية بشكل يكون فيه سهل، ووجود عنوان للسفارة. يعني السفارة المصرية عايزة تعرف تلتقي مع الجالية المصرية في إحدى المدن البعيدة في ألبرتا على سبيل المثال، في ولاية ألبرتا، يبقى يكون من السهل إن أنا أتواصل معاهم من خلال عنوان واضح للجالية ولتجمع الجالية في المنطقة دي. ده أحب أشوفه، لأنه الحقيقة كل ما كبر حجم الجالية كل ما ازدادت الحاجة إلى المزيد من التنظيم والعمل الجماعي عشان نبقى مؤثرين. طب هل ده بينعكس على الخدمات اللي بتقدمها السفارة والقنصلية؟ يعني طبعا احنا عارفين ان اي سفارة لأي دولة هي بتخدم الجالية في المقام الاول بخدمات قنصلية وما الى ذلك، وايضا للتمثيل السياسي والدبلوماسي ما بين الحكومات وبعضها. حجم الجالية وفعاليتها هل بيعمل اي انعكاس على برضو مستوى الخدمات دي، او مثلا قدرتنا ان احنا نلبي احتياجاتهم لحاجات من طبعا مصر أو بالتأكيد كدا؟ احنا النهاردة الهدف الرئيسي للدولة المصرية حاليا في ما يتعلق بالجالية في الخارج هو تسهيل كافة الإجراءات القنصلية اللي مطلوبة منهم المطلوبة ليهم. وإحنا يعني دائما بنتلقى توجيهات في هذا الاتجاه، إن إحنا يجب أن تسهيل الإجراءات، يجب أن يكون الإجراءات سريعة، يجب أن يكون مصلحة المواطن هي المصلحة الأولى. طبعا في تحديات بتواجه، وهي طبعا صغر حجم البعثة الدبلوماسية أو البعثة القنصلية اللي بيبقى العدد محدود، في وقت من الأوقات برضو عدم وجود حصر للجالية المصرية. طبعا حضرتك عارفة أن في دلوقتي مشروع كبير بتقوم به الدولة من خلال إشراف كامل من مجلس الوزراء لبناء قاعدة بيانات المصريين بالخارج. المطلوب أن الجالية تتشجع وتسهم في هذه القاعدة، لأن ده زي ما قلت الخطوة الأولى لتقديم الخدمات القنصلية المميزة، هو أن يكون في حصر وخريطة بالجالية المصرية، تخصصاتها، مناطق تواجدها، أعدادها. ده مش هيقدر نعمله غير لو عندنا قاعدة بيانات متكاملة دقيقة، نبدأ على أساسها نقول والله طيب نقدر نحسن الخدمة إزاي، نقدر نشتغل إلكتروني إزاي، نقدر نعجل من أقدر أعرف والله احتياج المنطقة دي قد إيه واحتياج المنطقة دي قد إيه، فأقدر أكتر عدد الأعضاء هنا، هو الدبلوماسيين أو الأعضاء في القنصلية هنا ولا هنا. فطبعا ده برنامج طموح جدا. وهل حضرتك هتتواصلوا مع الجالية مثلا لما يبقى في وقت للتسجيل، ولا يعني لو احنا بدأنا بالفعل، ويمكن من خلال حضرتك بقول احنا بدأنا بالفعل العمل على بناء قاعدة البيانات ديت. اي مواطن هيروح للسفارة المصرية في أوتوا او للقنصلية العامة في مونتريال يعرب اذا كان لديه الرغبة في التسجيل في قاعدة البيانات، اطلب منه ان هو يعرب عن ده، وهيجد الدفتر موجود يسجل بياناته ومجال تخصصه، وهي دي نقطة البداية. فطبعا هو عمل
يعني متروك للعضو الجاليه ان هو يقول والله اذا كان لديه الرغبه ولا صحيح. ولكن المؤكد انه كلما استطعنا ان احنا يكون لدينا هذه القاعده، كلما استطعنا ان احنا نحسن من اداء الخدمه التي يتم تقديمها للمواطن المصري في الخارج. والحكومه فعلا مهتمه. انا يعني مؤخرا سمعت ان في شغل كبير جدا على الاونلاين سيستم وازاي تسهيل اجراءات مثلا استخراج شهاده التجنيد، الاعفاء من التجنيد، كل الحاجات دي بوابه الكترونيه ضخمه بيتم بنائها. فاحنا برضو بنحب نوجه النداء لكل اعضاء الجاليه انه نعمل اللي علينا احنا كمان، ونتوجه بتسجيل اسمائنا واولادنا ونساعد السفارة في ان هي تقدم الخدمات بشكل افضل. تمام. طيب عايزة ارجع بحضرتك شوية لفترة عملك في القاهرة كمتحدث رسمي باسم وزارة الخارجية، عمل مش بسيط والدور الاعلامي طبعا مهم جدا. عايز اعرف الخبرات اللي حضرتك استفدتها من المجال ده، والفرق ما بين التواجد زي تقريبا في المطبخ بتاع وزاره الخارجيه فيرسس ان تبقى حضرتك هنا كسفير بتمثل مصر في دوله كبيره زي كندا. هو طبعا هبدا من حيث انتهيتي حضرتك، وهو ان انا امثل مصر في دوله مثل كندا، ده شرف لاي دبلوماسي واي مواطن مصري الحقيقه، لأنه التمثيل مصر في الخارج هو مسؤولية نمرة واحد وشرف، والمسؤولية تقتضي أن الواحد يكون بيشعر بأهمية هذا العمل اللي بيقوم به والتحديات اللي بتواجهه والطموحات اللي مرتبطة بهذه الوظيفة. طبعا العمل كمتحدث رسمي باسم وزارة الخارجية كان صعب مش سهل، لأنه هناك مسؤولية عن كل كلمة الواحد بيقولها، هناك مسؤولية عن المعلومة اللي بيحد بيقولها إذا كانت دقيقة ولا لأ، بتتعاملي مع قطاعات مختلفة من المتلقيين، تتعاملي مع رأي عام محتاج يفهم سياسة بلده الخارجية هي إيه بشكل مبسط وفي نفس الوقت شكل دقيق، بتتعاملي مع رأي عام خارجي، بتتعاملي مع مسؤولين رسميين في دول أخرى بيراقبوا كل كلمة الواحد بيقولها لأنها بتعبر عن سياسة بلدك ومواقفها. طبعا أنا كنت محظوظ أني أجي سفير بعد أداء هذه المهمة قبل ذلك، لأنها باجي وأنا عندي خلفية أوسع وأكبر عن كل القضايا، عن كل الموضوعات المرتبطة بالسياسة الخارجية، بشكل بيجعل المهمة من حيث التوفر المعلومات والدراية الكاملة بكافة مواقف مصر تجاه هذه الموضوعات مسألة ربما أيسر من حالات أخرى. طبعا في تحدي آخر، وهو أنه يعني العمل كمتحدث رسمي اقتضى العمل لساعات طويلة طبعاً. على مدار الأسبوع كله، على أنك تكون زي ما بيقولوا on call في أي وقت من اليوم وأونلاين. فده طبعا بيضع عبء بقى على اللي بيشتغلوا معايا هنا في السفارة، ان الريتم بتاعي أسرع شوية وطلباتي أكتر شوية. طبعا في جزئية أخرى أعتقد أنها كانت مفيدة جدا، وهي زي ما حضرتك أشرتي مسألة الأونلاين والسوشيال ميديا. النهاردة أصبح الوصول المعلومة اللي عايزة تنشريها أسهل وسيلة هي السوشيال ميديا، القدرة على التأثير هي القدرة على أنك تصل لكل واحد في التليفون اللي موجود في جيبه. صحيح. يجد فيها رسالة بتظهر صحيح. له كل يوم عن والسرعة مصر، والتوقيت، رسالة عن مصر، رسالة عن حدث بيحدث في مصر. فطبعا ده فادني كتير الحقيقة لما جيت السفارة هنا، ان احنا نشطنا شوية التواجد على السوشيال ميديا. هتجدي ان الاكاونت او صفحة السفارة على الانترنت وعلى الفيسبوك والتويتر بتاع السفير up to date، لدرجة انه هو ساعة بساعة اي نشاط السفارة بتعمله او السفير بيعمله او بيحدث في مصر واحنا مهتمين ان الجالية تبقى عارفاه، موجود على طول اونلاين on the spot. وبالتالي ده انا بشوفه يعني تحدي قدامنا ان احنا نقدر نتواجد، لانه بالذات كلما زاد المتابعين لينا سواء حتى من المجتمع الكندي، ده مهم ان هم يشوفوا النشاط اللي بيحصل في مصر والتطورات اللي بتحصل في مصر، في رسائل بتأتي يوميا عبر وسائل تواصل مختلفة. ده حقيقي. انا فعلا يعني لاحظت ان نشاط الصفحة الرسمية للسفارة المصرية في أطوة يعني نشاط
احنا كلنا لامسينه، وفعلا بيعرفنا كمان مش بس ما يحدث في مصر، ما يحدث في كندا وأنشطة السفارة المختلفة. أكاونت حضرتك على تويتر very active وكلنا بنستقي منه معلومات، وده الحقيقة اللي خلاني أنتقل بقى للحديث التاني وهو الرحلات المكوكية والأنشطة. يعني ما شاء الله حضرتك في 6 شهور كم فعاليات وكم أنشطة وكم مقابلات، يعني حضرتك بتحاول تعزز سبل التواصل مع شركاء عديدين في المجتمع الكندي، سواء كانوا سياسيين، برلمانيين، قطاع خاص، جامعات. في كده محطات أو يعني في بعض الأنشطة اللي حابة أخذ من حضرتك مزيد من التفاصيل ونعرف نتائجها. مثلا يعني حضرتك كنت مؤخرا في افتتاح معرض السياحة الدولي وجناح مصر في هذا المعرض، اديني انطباعاتك عن هذا المعرض. واحنا مؤخرا عرفنا ان مصر، ان كندا غيرت التصنيف الأمني لمصر، فياريت حضرتك تكلمنا عن المعرض. هو طبعا يعني ملف السياحة يعتبر أولوية كبيرة للسفارة، لأنه السياحة هي الشريان الحياة في مصر من حيث المورد النقد الأجنبي، وهي في النهاية مراية لحالة الاستقرار في الدولة والوضع الداخلي بشكل عام في الدولة. وبالتالي كنت مهتم أني أتواجد في المعرض السياحي المصري، أني أكون ألقي الضوء عليه بأشكال مختلفة بحيث نطلع المجتمع الكندي على وجود هذا المعرض. والحقيقة من يوم ما وصلت لكندا واستكملت جهد سبقني فيه آخرون المرتبط بمحاولة تغيير التصنيف المصري الأمني لمصر، لأن ده هيؤدي إلى أثر مباشر. يعني إذا أول ما يحصل تغيير في هذا هتجدي أن التدفقات الاستثمار بدأت تزيد، تدفقات السياحة بدأت تزيد، فده بيأثر في قطاعات كتيرة بمجرد تغيير هذا التصنيف. فالحمد لله وفقنا، وأنا يمكن محظوظ أن ده تم في الوقت اللي أنا موجود فيه أنه يحدث هذا التغير. أيضا على مستوى آخر، حيث تكلمتي على مستويات تانية، البرلمان على سبيل المثال، أنا تواصلت مع البرلمان بشكل مكثف، سواء مع رئيس مجلس النواب أو مجلس العموم أو رئيس مجلس الشيوخ وأعضاء البرلمان خلال الفترة اللي فاتت بشكل مكثف. ويمكن من خلال بقى برنامجك، معرفش إمتى هيتذاع البرنامج، ولكن بعلن أنه رئيس مجلس الشيوخ الكندي هيزور مصر الأسبوع القادم، ودي زيارة الأولى من نوعها، أن رئيس مجلس الشيوخ بصحبة عدد من السناتورز وأعضاء مجلس الشيوخ يقرروا يزوروا مصر. يعني أتصور أن دي برضو حاجة كويسة للتفاعل على مستوى مختلف، لأنه كل حلقة من حلقات صنع القرار في كندا يجب أن تكون مطلعة بشكل مباشر على الأوضاع في مصر، فهم معنى الشراكة مع دولة زي مصر. إذا كان كندا حريصين على أن يكون لهم مقعد في مجلس الأمن، إذن فيجب أن يكون كندا منخرطة في السياسة الإقليمية في الشرق الأوسط وفي أفريقيا، ولابد أن يكون ده من خلال بوابة مصر باعتبارها أكبر دولة عربية وأكبر دولة أفريقية والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. في نفس الوقت أيضا التواصل في مجال التعليم، الجامعات كنت حريص جدا أن أنا أفتح مع الجامعات المختلفة ومع مراكز البحث الكتيرة ونشوف إزاي نعزز من العلاقات التعاون التعليمي. النهاردة عندنا عدد من الجامعات الكندية بيفتح في مصر، حضرتك شايفة أعداد كبيرة متزايدة من الطلبة المصريين اللي بيجوا يدرسوا في الجامعات الكندية. إذن النموذج الكندي في التعليم نموذج مشرف ونموذج يحتز به، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث مرارا عن الأولوية الخاصة بنهضة التعليم في مصر في المرحلة الحالية، وقال إن أي جامعة تفتح في مصر يجب أن تكون عاملة توأمة مع جامعات في الخارج. وبالتالي أنا بتصور إنه ملف التعليم مهم جدا جدا، لأنه مجال خصب يحدث فيه استفادة مشتركة من الجانبين. أيضا الملف الثقافي هتجدي فيه اهتمام بتنشيط التواجد الثقافي المصري في كندا. منذ فترة بنعقد ندوات كتيرة، في ندوة تعقد غدا إن شاء الله بمشاركة وزير الآثار الأسبق الدكتور ممدوح الضماطي في كندا عن الآثار في مصر. بحرص أنا كسفير أني أتواجد أيضا في مراكز البحث وأتحدث عن رؤية مصر تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية المختلفة. بنسعى بشكل جاد أن احنا نجيب فرق
من مصر، سواء الفرقة القومية للفنون الشعبية وفرق أخرى، للتواجد الثقافي. حرصت إن أنا أتواجد في عدد من الفرق الشبابية اللي جت من مصر وعرضت في كندا. صحيح. إني أتواجد في بعض حفلات. في مهرجان الموسيقى العربية في مونتريال قريب كده. كمان عقدنا مع بالتعاون مع القنصلية العامة في مونتريال والمكتب الثقافي في مونتريال احتفالية بمناسبة يوم الموسيقى العربية زي ما حضرتك بتشيري. أنا بجد أنه التواجد الثقافي المصري هو قوة مصر الناعمة. قوة مصر الناعمة اللي بتسوق لنفسها وبتعرض عمق ثقافة مصر. التابلوهات واللوح اللي بتعبر عن ثقافة مصر حريصين أن احنا نعمل معارض هنا لفنانين مصريين عظماء في إنتاجهم الفني، ولكن ربما ليس لديهم القدرة على الترويج لمنتجاتهم في بلاد بعيدة مثل كندا. بنحاول نبحث عن أساليب نستطيع من خلالها إن إحنا نأتي بهذه الأعمال إلى كندا وعرضها على المجتمع الكندي ليرى أبعاد مختلفة من الثقافة المصرية. مصر ليست فقط الأثار الفرعونية، ولكنها أيضا حضارة عربية، حضارة إفريقية، حضارة متوسطية، كلها أبعاد مختلفة للشخصية المصرية اللي دورنا إن إحنا نبرزها هنا في كندا. تمام. ليراها المجتمع الكندي. طيب حضرتك أشرت إلى الدور الأفريقي، فطبعا ما ينفعش نتكلم عن مصر من غير ما نتكلم على دورها الأفريقي، خاصة دلوقتي مصر هي رئيسة الاتحاد الأفريقي. وأنا عارف حضرتك ساهمت هنا وشاركت في إحياء الذكرى 25 للإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا. إزاي دورك هنا كسفير في مصر بيعزز دور مصر الأفريقي؟ يعني أولا منذ أن تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير الماضي، كافة الاتصالات اللي بقوم بيها مع المسؤولين في الخارجية الكندية أو في البرلمان أو في مراكز البحث بتتركز على كيفية دعم أجندة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي. السيد الرئيس وضع أجندة واضحة لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بتركز على موضوعات معينة، موضوعات الاندماج الاقتصادي والتجاري، موضوعات مكافحة الهجرة غير الشرعية، تشغيل الشباب وإيجاد فرص العمل، حل النزاعات المسلحة بالأساليب السلمية وبالطرق السلمية، مكافحة الإرهاب. هذه الموضوعات وضعناها بوضوح أمام المسؤولين في وزارة الخارجية وأمام لجان العلاقات الخارجية في مجلس العموم ومجلس الشيوخ وفي الجامعات. بدأنا الآن نتلقى ردود أفعال من الجانب الكندي يرغب في دعم هذه المشروعات من خلال دعم مالي، من خلال دعم سياسي، من خلال الدخول في شراكة مع مصر لتنفيذ بعض هذه البرامج. أيضا هنحيي يوم 25 مايو وهو يوم الاتحاد الأفريقي في أوتوا. سيقام احتفالية كبيرة وسوف أتحدث بها بصفة مصر رئيسة الاتحاد الأفريقي عن رؤية مصر ورؤية الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في العام القادم. هرجع تاني وأقول أن القضايا الأفريقية بتمثل 75% من القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن. فإذا كانت كندا ترغب في الحصول على عضوية مجلس الأمن وستكون عضو في مجلس الأمن فعليها أن تكون أكثر قربا من أفريقيا، أكثر فهما وإدراكا للقضايا والتحديات الأفريقية، ورغبة في التعامل والشراكة والدخول في شراكة مع رئاسة الاتحاد الأفريقي وهي مصر كي يتم العمل على حل القضايا أو الأزمات في القارة الإفريقية. الحقيقة وقتنا جري بسرعة ومتشكرين جدا سعادة السفير على وقت حضرتك. مرة تانية بنرحب بيك في كندا، احنا في شهر مايو دلوقتي فالجو حلو، نتعشى من حضرتك تستمتع بالجو الجميل، وأكيد هيبقى لنا لقاء آخر نستكمل فيه الحلقة بتاعتنا. شكرا لحضرتك وفي بيت مصر مرة تانية، وكل سنة وحضرتك وجميع أعضاء الجالية المصرية بخير بمناسبة شهر رمضان. ألف شكر. أعزائي المشاهدين، كنت معاكم أماني الحدقة في حلقة مميزة جدا مع سعادة السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا. إلى أن نلقاكم مرة أخرى، لكم مني أطيب التمنيات وإلى اللقاء.